خوتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. عندنا اليوم موقع لتعدين عملة الاثيريوم. قبل بداية الفيديو نصلي على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ناتي الى هنا نضع رابط المحفظة الاثيريوم، ناتي بها اذا اردتم تري سوالات او بينا سمارت شان، محفظة بينانس معروفة، او فوسيت باي. تضع هنا الباسورد ثم تضغط هنا كري اكسي هكذا كما تلاحظوا. الموقع يقوم بتعدين اوتوماتيكيا. عنوان، هذا هو العنوان. هنا شراء الخطط لمن يريد تعدين بسرعة، يشتري الخطة كما هنا. الخطة راكم تشوفوا فيها 0.02 في اليوم، تربح هذه 0.02، وهنا 0.05 في اليوم تربح 0.06، وهنا في 10 أيام 135% أرباح. أنا نعمل على الخطة المجانية، وإذا وصلت للسحب وطلب مني الخطة المجانية سوف أقوم بالدفع، لأني وجدت أن هذا الموقع لديه إثباتات سحب، وهو موقع جديد وليس قديم، اسمه جديد. وأي المواقع أكثرية المواقع عندما تكون جديدة تدفع، ولا أنصحكم بالدفع أو بدفع الرسومات أو بشراء الخطط. التعدين مجاني وشاركوا الإحالة فقط، هذا ما كاين. وهناك أيضا موقع للتعدين تي ار اكس، سوف نشرحه لكم. وأيضا لدينا موقع لتعدين عملة الدوكوين، سوف بعد هذا الشرح سوف أقوم به أيضا شرح موقع تي ار اكس. أيضا نأتي له نضع رابط محفظة الدوكوين، وهنا الباسورد، وهنا تضغط هنا ستارت باي مينينج للتعدين. ننتظر كما تلاحظوا الموقع يبدأ بالتعدين هكذا. كل مرة عندي بروجرام، مرة نحكي على الايدروبات، مرة على صفحة الويب للتعدين لربح العملات، كل مرة نجيب موضوع جديد كما تلاحظوا. هذا موقع دوكوين جديد أيضا، هذا المواقع التي أشرحها الآن لما تجدوها على الصفحات الأخرى، ربما لأنها أجنبية أبحث عن كل ما هو أجنبي وأقوم بالشرح عليه. عندما نضغط ويدرو تأتينا هكذا، نزل أسفل حد الأدنى للسحب 15 دوغ. موقع هذا مشترك مع شركات معروفة، سيكوريتي ديفانس، سيكوريتي نوتر. هذا موقع تاع الأنتي فيروس، كيف موقع تاع الأنتي فيروس، يعني شركات معروفة. المهم نروح لهنايا، هذه لما الأعضاء الذين تم الدفع لهم، أفيلي هنا، ونذهب للداشبورد موقع يقوم بالتعدين. موقع فيه خاصية استرداد الباسورد، ليس كما المواقع الأخرى، لأن هناك مواقع للتعدين إذا ضع الباسورد ضع كل شيء، هذا تستطيع استرداد الباسورد، هو الموقع الذي شرحته قبل هذا. الآن نأتي لموقع آخر، هو موقع لتي ار اكس تعدين، هذا أيضا موقع للتعدين تي ار اكس، ولديه إثبات سحب القنوات الأجنبية كما تلاحظوا.
الموقع ذات نفسه تدخل عن طريق باسورد والإيميل وتفعله، وبعد ذلك يبدأ العمل كما تشاهدوا. لدي أيضا خطط 220 قطعة، 200 قطعة في اليوم يعطيك 22 قطعة، وهكذا. نزيد نروح الموقع، وهنا ندخل للموقع البيتكوين، موقع للتعدين، نضع رابط المحفظة هنا، ثم نضع الباسورد، بعد ذلك نضغط هنا انتري اكونت. يأتينا بهذه الواجهة كما تشاهدون، أيضا فيه شراء الخطط، بستين يوم، الخطة الأولى بستين يوم، الخطة الثانية 6 أيام، تشري الخطة لمدة 10 أيام. هذه الخطة مدتها 7 أيام، وهذه الخطة تاعها 5 أيام، بصح فرق في الدفعات. لدينا المهم كان هذا هو الشرح. المرة القادمة زيد نجيب لكم مواقع، اليوم راني شرحت لكم 4 مواقع في فيديو واحد، كنت قادر ندير كل موقع في فيديو، بصح كيما يقولوا يطول، تختاروا أي موقع تريدونه، وسوف اللي عجبه موقع واللي عنده كاش استفسار أو أي شيء من هذا يتصل عادي، ما كان حتى مشكل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.